ايه رايك في تجربه النهارده؟ يعني هي التجربه كده بالبلدي زي ما بنتكلم في عرف الكوره، تمرينه كويسه. يعني تمرينه كويسه، خدت شبه الرسمي، وجود طبعا حكام دوليين بيحكموا المباراه. تاني حاجه برضو بنشكر قناه الاهلي انها ذاعت، عشان برضو بتدي يعني اهميه حتى من جانب اللعيبه، انه الناس بتتفرج عليهم وشايفاهم وكده، غير طبعا التمرين ولا الماتشات التانيه محدش يتفرج. دي بتدي برضو اللعيب لما يحس ان المباراه متذاعه والناس هتتفرج عليه وكده، بيبقى نوع من الاهتمام اكتر. نتمنى يعني كمان اذاعه مباراه النادي الاهلي ان شاء الله على قناه النادي الاهلي. يا ريت ان شاء الله باذن الله. دي رب العالمين. هتفرق جدا جدا مع القناه، وان شاء الله باذن الله رب العالمين. باذن الله. الكويس فيها كمان ان انت تم تجربه كل الاحتياطي نزلوا في الشوط الثاني ما عدا حمزه علاء. حمزه علاء طبعا، لان هيبقى كان جولين. صعب انه ينزل، يعني مش هينزل ياخد ربع ساعه بقى. احمد سيد عبد النبي لعب؟ كله لعب. كله لعب. كله اشترك الحقيقه يعني. فدي برضو بتدي احساس للناس كلها انها برضو اشتركت ولعبت. بس دي هل دي تدي احساس؟ او استنى، هل تدي احساس للعيبه اللي شاركت النهارده انها ممكن تاخد الفرصه الفتره اللي جايه؟ بص يا كابتن ايمن، هو المفروض كده، انك يعني الناس اللي حاسه كمان، لان كل واحد بيبقى حاسس نفسه لعب كويس ولا لا، وادى كويس ولا لا. الناس اللي ادت كويس، ومثلا على سبيل المثال حسام حسن جاب جونين ورجع، تحركات كويسه، كان خطر على الجول. مظبوط. وطبعا راس الحرب يبقى هو راس ماله او حياته الأهداف. في الاهداف. مظبوط. بتحمل عبء على الجهاز الفني والمدرب، لان اللعيب لما يحس ان هو لعب ماتش ودي وجاب هدفين وكان كويس، واجي الماتش اللي بعده ابقى بره خالص او اقعد ما اخدش، برده مشكله. فيعني انا نصيحه طبعا للاجهزه الفنيه او الجهاز الفني، ان واحد زي حسام ده ليه ما ابداش بيه المباراه اللي جايه؟ ايه المشكله يعني ان انا ابدا بيه، استغل بدايه الفوقان ده ان هو يعني ممكن اكسبه في المباراه القادمه، ان انا مثلا يحرز لي هدف ولا حاجه او يكسبني الماتش الجاي، ابتدي استمر بقى في اللعب يعني. كذلك برضو دور كبير بالنسبه للجهاز. طب خليني اكلمك برضو بصراحه. اكتر بس بصفه عامه، تمام. ما اتكلمش على حاله معينه. ماشي. طيب، هل ممكن القناعات عند مدير فني تتغير من المباريات الوديه بخصوص اللعيبه؟ تمام، على حسب برضه هو ايه ظروفه، وعلى حسب اقتناعه باللعيب ده من الاساس. ما هو في مديرين فنيين بيبقى خلاص خد فكره عن اللعيب ده مهما بديله مهما او مهما عمل. بالظبط، مثلا مع لعيب معين يعني. أي. انما المفروض ان انا عامل المباريات دي عشان اشوف مستوى اللعيبه، فاللي يتالق منهم بالتالي لازم المفروض ياخد فرصه، ياخد فرصه عشان يكسب اللعيب ده. لان انا لو قربت وحسيت ان انا قربت ولقيت الجهاز الفني بتاعي بعدني تاني خالص، لا يبقى انا مش في دماغهم، يبقى انا بعيد. ولو انت عارف اللعيبه بتقعد تكلم نفسها وتتكلم مع بعض، يعني انا نزلت وجبت اهداف، ما بيفكرش نفس تفكير المدرب ان ده الماتش حساس وماتش مضغوط، ولا اللعيب بيبقى اناني، اللعيب عايز يلعب يا صحيح. يعني الناس صحيح. فهو لازم يستغل اي حد يقدم مستوى كويس النهارده، لو ما بداش بيه على الاقل لازم يبقى في السكور يلعبه الماتش اللي جاي بالتحديد على طول يعني. واعتقد ان الظروف مواتيه، زي ما بقول لك ان انت الماتش اللي جاي على طول بتتكلم على الماتشين اللي جايين يوم بالظبط كده، غير المجموعه دي بالظبط كده، لازم ادي بقى اللعيبه، ادي اللعيبه، وممكن يعني اوسع نطاق اللعيبه اللي عندي، بدل ما انا حصر نفسي في بعض اللعيبه او مجموعه معينه معظمهم مجهد، لا طب ما ادي بقى للناس بالظبط. يعني في ناس منهم مجهده، وفي ناس نفسيا تعبانه وفي عشان ما راحتش منتخب، وفي ناس مشكله برضه عشان خساره النهائي الافريقي وكذا وكذا. استغل بقى الناس دي اللي عايزه تعمل، وعايزه تعمل تاريخ لنفسها، وعايزه تاخد بطوله صحيح. تشترك، لان انت صحيح. لما بتاخد بطوله مع فرقه وانت اشتركت معاها فعلي في المباراه، غير ما تبقى انت موجود وبس. مظبوط. فان شاء الله باذن الله يا ريت يتعمل الكلام ده، والناس تبتدي يعني تاخد فرصها يعني باذن الله رب.